أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أبو خليل يا يا الله ہم سب کی نظر و نیاز کو قبول فرما. يا الله تو رحیم ہے کریم مولا اس سب کا ثواب اپنے خاص فضل و کرم سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قصو پناہ. Thank you.
सिर पे बांधते हैं ना हाँ